يا صباح الخير وصباح الجمال وصباح السعادة على حضراتكم. حتى وإحنا دلوقتي في مرحلة هدنة كده، لازم برضو ندعي لأخواتنا وأشقائنا في فلسطين في كل ثانية، ونتمنى يا رب أن الهدنة دي تستمر ونشوفهم عايشين في سلام، ونشوف فلسطين حرة أبية وكل ذرة تراب فيها تكون حرة. بيتجدد لقاءنا مع حضراتكم في صباح البلد من 8 ل 10 على مدار ساعتين. عندنا مواضيع جديده ومختلفه. شايفه اقول حاجه ثانيه من غير ما اصبح على لميس. صباح الفل يا لميس، يومك حلو يا رب ان شاء الله. صباح الفل يا داليا، ويسعد صباحكم بكل الخير. يوم جديد وصباح جديد من صباح البلد بنبداه معاكم كل يوم الساعه 8 ان شاء الله على خير. عندنا موضوعات وفقرات مختلفه كثيره ومتنوعه ان شاء الله تتابعوا معانا على مدار الساعتين. ويلا بينا نبدا يوم جديد. والنهارده هنبدا بايه؟ النهارده هنتكلم عن مبادره جديده بيطلقها منتدى شباب العالم علشان يؤكد على استمرار دوره الريادي والهدف النبيل اللي اقيم من اجله. منتدى شباب العالم بيواصل دوره في نشر مبادئ السلام والتنميه والابداع. امبارح اعلنت اداره منتدى شباب العالم عن اطلاق مبادره جديده بعنوان شباب من اجل احياء الانسانيه. ودعا منتدى شباب العالم كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في هذه المبادرة. وأعتقد أن منتدى شباب العالم هو ده كان دوره. ده حقيقي، وفعلا خلوني أقول لكم أنها مبادرة إيجابية جدا، هدفها أكيد توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات، وكمان تعزيز المساعي لتحقيق السلام العالمي، وأكيد ده سعيا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب، بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر أكيد لعرق أو جنس أو دين، وصولا لتحقيق السلام والعدالة في دول العالم. عاوزة أقول لكم كمان أنه مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية بتدمج بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع. بتنطلق كمان فعاليات المبادرة على مدار 3 أيام متتالية، وهتكون موجودة في مدينة شرم الشيخ بسينا. تعالوا مع بعض نتابع فيديو سريع عن تفاصيل المبادرة ونرجع نكمل تاني. السينما فن الحكاية، الحكاية اللي بتلون حياتنا بأصوات بتاخد عقلك، بلقطاتها المذهلة، حركة بترفع مستوى الأدرينالين لما تشوف معركة ما بين الخير والشر، حبكة ممكن تفهمها وممكن لا. إحنا بنحب السينما بأفلامها وكل حاجة فيها، بس الحقيقة إن ده مش فيلم وده مش نجمك المفضل اللي هيدخل من فيلم لفيلم ومن شخصية لشخصية ويمارس حياته بشكل طبيعي، وده مش سحر السينما ولا ناس بتموت 10 مرات، دي مش شخصيات من أفلام بنحبها. كل دول بشر لازم نتحرك علشانهم، لازم ندعمهم، علشان مع بعض ممكن نوقف حروب العالم وننشر السلام. منتدى شباب العالم، شباب من أجل إحياء الإنسانية. الحقيقة هو ده منتدى شباب العالم، الرسالة القوية والأهم لكل شباب العالم، كل شخص موجود في كل مكان في العالم كان بيحرص أنه يحضر هذا المنتدى. ودائما رسالتنا للسلام تكون قوية مش بس من الشباب، دايما تكون طالعة من مصر. خلينا بقى أقول لكم النهاردة فقراتنا إيه. كالعادة عندنا فقرات متنوعة، البداية كده هتكون قراءة لأهم وأبرز عناوين ومنشطات الصحف والمواقع الإلكترونية، وهنتناول بالتحليل مجموعة من الأخبار والملفات الهامة، ومنها بالطبع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. هيكون معنا الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. ومن فقرتنا الصحفية اليومية نروح للفقرة الثانية، وهتكون النهاردة عن الانتخابات الرئاسية، الفقرة اليومية اللي بتكون معنا الفترة دي واللي بدأ العد التنازلي ليها. النهاردة هنقدم لحضراتكم فقرة تحليلية بشكل سهل ومبسط عن كل ما يتعلق بضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية علشان تعرفوا كل التفاصيل، وده هيكون من خلال لقائنا بالدكتور رضا عبد الواجد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر.
فقرتنا الثالثة كمان والرئيسية هتكون عن عالم الأونلاين وكل ما هو جديد في عالم السوشيال ميديا، تفاصيل كثيرة تكون موجودة في الفقرة. أما فقرتنا الأخيرة هنتكلم فيها عن أمراض الذكورة، يكون معنا دكتور أحمد العياشي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال. دي ملامح فقرتنا النهاردة. دي كل الفقرات اللي هتابعوها النهاردة على مدار ساعتين في حلقتنا من صباح البلد. تعالوا بقى وإحنا بنبدأ كده يوم جديد نشوف إيه الأحداث الثقافية والفنية اللي ممكن نروحها لو حابين إن إحنا نفصل كده في نص اليوم. تعالوا مع بعض نتابع مع بعض ونشوف الأجندة اليومية الفنية ونشوف كل المناسبات اللي عندنا ونرجع نكمل باقي فقراتنا. خليني بقى دلوقتي كده اطمنكم على حاله الطقس النهارده اخبارها ايه. بتتوقع هيئه الارصاد الجويه بنشاط رياح مثيره للاتربه والرمال، حيث يسود طقس معتدل الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبروده ليلا على اغلب الانحاء. وخليني اقول لكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في بعض محافظات الجمهوريه. البداية هتكون مع القاهرة، القاهرة هتسجل النهاردة العظمى 25 أما الصغرى 17، اسكندرية 23-18، اسماعيلية 26-16، الغردقة 32-17، المنيا 26-12، سوهاج 28-12، أسوان 34-18. خليني كمان أقول لكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، والبداية مع الرياض. الرياضة تسجل العظمى 31 أما الصغرى 19، أبو ظبي 27-22، أنقرة 12-1 تحت الصفر، لندن 7-6، واشنطن 11-4، باريس 7-3، وأخيرا بكين 4-4 تحت الصفر. خليني كمان أطمنكم أكتر عن تفاصيل الطقس النهاردة وحالة الجو هتكون عاملة إزاي من خلال دكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الفل يا فندم. دكتور إيمان صباح الخير. طيب خلينا كده قلنا لحضراتكم درجات الحرارة، أكيد إن شاء الله أول ما التليفون يكون موجود هنطمن حضراتكم أكتر عن تفاصيل الطقس. طيب خلينا نطمن من دكتور إيمان أكتر عن تفاصيل الطقس. دكتور إيمان صباح الخير. دكتور إيمان طيب خلاص خلينا نكمل بقى عملت. ايه مشكلة في الاتصال، نرجع نتواصل تاني ونطمن حضراتكم على حالة الطقس. لكن دلوقتي خلونا نتعرف على أسعار العملات والذهب وآخر تحديث للأسعار، وخلوني أبدأ معاكم بسعر العملة ومن الدولار الأمريكي اللي سجل سعر الشراء النهاردة 30.84 جنيه، بالنسبة للبيع 30.93 جنيه. اليورو النهاردة سجل 33.63 جنيه الشراء، أما البيع 33.75 جنيه. الجنيه الاسترليني كمان سعر الشراء 38.69 جنيه، أما البيع 38.83 جنيه. نروح للريال السعودي اللي سجل سعر الشراء النهاردة 8.22 جنيه، أما البيع 8.24 جنيه. أخيرا معانا النهاردة الدينار الكويتي اللي سجل سعر الشراء 100.03 جنيه، أما البيع 100.38 جنيه. تعالوا كمان ننتقل لأسعار الذهب النهاردة ونشوف وصل لإيه. عيار 18 سجل النهاردة 2396 جنيه، عيار 21 2795 جنيه، عيار 24 وصل النهاردة ل 3145
94. معنا كمان الجنيه الذهب النهارده سعره سجل 22,360 جنيه، ودي كانت اسعار العملات والذهب واخر تحديث ليهم. عندنا ايه تاني يا داليا؟ خلينا بقى دلوقتي كده ناخدهم ليه شويه نشاط، شويه رياضه، شويه حركه. دايما هيفرق معاكم جدا لو لعبتوا شويه تمارين رياضيه على الصبح. خلينا نشوف التمارين بتاعتنا فيها ايه ونرجع مره تانية. مشاهدينا الكرام صباح الخير، برحب بحضراتكم. وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية في برنامجكم صباح البلد اللي بنناقش بيها أهم الأخبار والفقرات والمقالات والتحليلات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. يسعدني أن يكون معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. هنبتدي جولتنا الإخبارية بخبر استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تانيا فاغون نائبة رئيس الوزراء، وزيرة خارجية سلوفينيا، وجواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة، مثمنين الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم 7 أكتوبر الماضي، والذي كلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى دور مصر المقدر كذلك في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع. أستاذ صلاح، يعني خليني أتكلم على الدور المصري. جهود مصرية متواصلة، يمكن شفنا امبارح تحديدا، أنا عايزة أقف عند امبارح تحديدا، لأنه حصل تأخير في عملية تسليم المحتجزين بالأسرى الفلسطينيين، وفضلت العملية دي متأخرة فترة حتى وصول وفد أمني مصري إلى رفح، وكانت هناك المحادثات و يعني الإجراءات اللي حصلت حتى تم التسليم من الجانبين. وكان الجانب الفلسطيني تحديدا مشكلته انه بيقول ان المساعدات اللي داخله مش بالكمية اللي احنا كنا متوقعينها، ومصر بتقول انا عندي صعوبات عشان ادخل، يعني انا يعني هو لغاية امبارح 250 شاحنة دخلت، بس بيقول لك ده مش كفاية، وهم بيقول لك طيب احنا عندنا مشاكل. هل تستشعر من كل هذه المناوشات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أنه الهدنة ممكن تستمر، أو الهدنة ممكن أنها تمتد أكثر من ذلك؟ شوف حضرتك، هو احنا لو هنتكلم عن مسألة تبادل تسليم الأسرى بين الجانبين والتأخير اللي حدث بالأمس، له طبعا أسبابه وأسباب متشعبة ومتعددة. يعني بعد 49 يوم من المواجهات الشرسة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، أعتقد أنه بالأمس وأمس الأول مع عملية التسليم الأولى وعملية التسليم الثانية حدثت بعض المناوشات زي ما حضرتك قلتي. المسألة هنا بتخضع لاعتبارات، أولا اعتبارات أمنية. إسرائيل في المرحلة الأولى كانت هناك عديد من طائرات الاستطلاع التي يعني توزعت لمعرفة مسار الأسرى، لأنه طبعا إسرائيل أخفقت إخفاقا شديدا في عملية التوصل إلى أماكن وجود هؤلاء الأسرى. فهي المرحلة اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت بعد التوغل البري في قطاع غزة كان أحد الأهداف المهمة لعملية التوغل البري الوصول إلى الأسرى من المعتقلين من الجانب الفلسطيني. طبعا هم أخفقوا، حتى اقتحام مستشفى الشفاء، اقتحام المستشفيات، كانوا يعني بيتصوروا أنه المستشفيات قواعد عسكرية تستخدمها حماس في مهاجمة أو كقواعد، وممكن يكون تم إخفاء الأسرى داخل هذه المواقع. الأمر الذي اكتشفت معه قوات الاحتلال الإسرائيلية أنه لا جدوى من هذه العمليات كلها، وأنهم لم يتوصلوا إلى أي أسير على الإطلاق. فطبعا هم الآن متتبعين مسار عملية التسليم والتسلم، وبيتعقبوا حتى عناصر حماس اللي بيقوموا بهذه العملية. فطبعا حماس مدركة لده، وطبعا يعني عمق الصراع وأبعاده وطول أمده يعني
اكتسب معه الطرفين خبرة طويلة في هذا المجال. يعني طبعا إسرائيل تمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة، إمكانيات يعني من الممكن أن يعني أقمار صناعية، أجهزة تنصت، طائرات مسيرة وغير ده، اللي بيحاولوا عن طريقه ان هم يكتشفوا، خاصة انه الدفعات الاولى لم تفلح معهم بالظبط. ما هو ده اللي انا عايز اوصله، ده اللي انا عايز اوصله. فهو طبعا التسليم والتأخير في التسليم هو تكتيك، يعني اعتقد انا من وجهة نظري انه تكتيك ومراوغة من جانب المقاومة، انه هم مش عايزين يكشفوا اوراقهم كلها، بدليل انه العناصر اللي تم اطلاق سراحها في المرحلة الاولى او اللي هيتم اطلاق سراحها هي اللي كانت فصائل المقاومة بتحاول ان هي تسلمها. فالنهاردة اغلبهم سيدات واطفال، احنا شايفين سيدات واطفال ومعظمهم في ناس كتير اجانب. فهو تم يعني أسرهم ضمن ما تم أسرهم بعد اقتحاء عملية 7 أكتوبر. فأعتقد أنه اللي جاي هيكون في أسماء، وإسرائيل تدرك وتعي ذلك تماما. يعني حتى اللي كان الحديث عن أنه 1 لـ3 دي صفقة غير متكافئة، لأنه في صفقة الأسير جلعاد شاليت تم يعني الإفراج 1 لـ1000 تقريبا، 1 لـ1000 نعم. يعني تم نعم. الإفراج عن 1000 أسير فلسطيني صحيح. النهاردة في رتب عسكرية موجودة لدى المقاومة، رتب عسكرية إسرائيلية نعم. في جنود وفي ضباط وفي حتى يعني يقال انه في رتبة رفيعة يعني. فطبعا هيتم استبداله طبعا برقم كبير، الى جانب انه النهاردة العناصر اللي تم استبدالها في المرحلة الاولى 50 الى جانب الاجانب اللي موجودين هي حماس او فصائل المقاومة عايزة يعني تتخلص من عبء وجود هؤلاء لديها، لانه يعني العدد كبير، كيف يعني طريقه اعشتهم، طريقه حمايتهم، طريقه يعني تلبيه طلباتهم، طبعا ده عبء. فالمساله في مراحلها الاولى طبعا صعبه، الى جانب ان هم مدركين تماما ان اسرائيل تراقب ذلك بدقه. فمساله التاخير من عدمه ده وارد يعني في مثل هذه العمليات في الظروف الصعبه طبعا، لانه اسرائيل بتراقب قطاع غزه كله تقريبا على مدار الساعه، لديها عناصر على الارض تراقب، لديها عملاء، لديها جيشها موجود في غزه ما زال يعني. فالمساله النهارده بتخضع لاعتبارات واعتبارات التامين في المقام الاول، الى جانب انه هناك بالفعل يعني اشياء لوجستيه في عمليه التسليم والتسلم طبعا هتكون صعب. بالنسبه لاسرائيل مساله سجون وتسليم أسيرات أو أطفال من اللي موجودين، فهيطلعوا هيخرجوا هيتسلموا نعم. لكن هنا بالنسبة للفصائل المقاومة المسألة أعتقد أن هي أصعب. طب تتوقع استمرار الهدنة أو تمديد الهدنة؟ يعني هي هتخلص بكرة يعني مفروض يعني بالضبط. يعني هو في دايما في الحروب أو المواجهات العسكرية بيكون في بداية الأزمة دايما بيكون التواصل إلى هدنة وقتية، بعد ذلك من الممكن أن يعني تتواصل الهدنة وتستمر تمتد. أو تمتد وممكن تحصل على هدنة أخرى طبعا باتفاق بين الطرفين. طبعا كل طرف الآن متشدد في طلباته، أو يعني إسرائيل بالأمس هددت إذا لم تفرج حماس عن الدفعة الثانية سيقوموا بتجديد القتال مجددا. أعتقد أنه المسألة هنا فيها عض صوابع يعني. المسألة هنا بعد اكتشاف إسرائيل أنه دخول غزة بريا مش نزهة، وأنه فعلا الخسائر اللي حصلت داخل صفوف الجيش الإسرائيلي من التوغل البري كانت يعني على غير توقعهم، إلى جانب أنه بالفعل الدمار، حجم الدمار اللي شهده قطاع غزة كبير جدا، أكثر من 75% من منازل دمرت تقريبا نعم. مستشفيات، دور العبادة، مدارس الأونروا، يعني حاجات كتير تم تدميرها في قطاع غزة. أعتقد أن الهدنة أصبحت مطلب ملح حتى وإن كانت لفترة زمنية قصيرة، لكن أنا في رأيي أنه من الممكن أن تمتد، لأنه الطرفين اكتشفوا قوة الطرف الآخر، وإسرائيل اكتشفت أنها لا يمكن أن تقضي على حماس بالسهولة التي كانت تتصورها، إلى جانب أنه حماس أو قوات المقاومة اكتشفت أنه حجم الدمار كان كبير. فكلا الطرفين يدرك تماما حجم قوة الطرف الآخر الآن، وحجم ما لديه من قوة يمكن استخدامها صحيح. لأن دي حرب في النهاية صحيح. طب أنتقل إلى خبر آخر، حيث صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري سوف يتوجه
توجه صباح اليوم الأحد إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد غدا الاثنين، والذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة. ويتوجه سامح شكري يوم الثلاثاء 28 من نوفمبر الجاري إلى نيويورك للمشاركة مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الإحاطة الدورية التي يعقدها مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي قررت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن عقدها على المستوى الوزاري للتعامل مع تطورات الوضع في قطاع غزة، وذلك بهدف استعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته للدفع باتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن مطالبة أعضاء المجلس بالموافقة على اعتماد مشروع القرار العربي الإسلامي الخاص بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف ومستدام. هنا في أكتر من نقطة عايزة أقف عندها. أنه دلوقتي المطالبة باعتماد مشروع القرار العربي الإسلامي الخاص بالنفاذ بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يعني هو مجلس الأمن دلوقتي كل سلطته أنه أدخل مساعدات؟ يعني هو وقف الحرب ده، لأنه خاصة ليه أنا بقول كده؟ امبارح قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت مدينة جنين وقتلت واعتقلت يعني هي غيرت من المكان. زائد ان في مشهد اخر شفته انه وزير الدفاع الاسرائيلي لابس الزي العسكري بالهلمت العسكريه وسط جنوده في الموقع، تحس انه في مرحله استعداد لمرحله اخرى من هذا التوغل. هو طبعا العمليه البريه اللي قامت بها اسرائيل داخل قطاع غزه ده ادت مؤشر وانطباع لدى المواطن الاسرائيلي بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على الحسم، يعني وحتى الأهداف اللي وضعت في هذه العملية لم يتحقق منها شيء، باستثناء حجم الدمار الكبير. طبعا هي الطيران بيقصف دول المدنيين عزل، ما فيش حتى فصائل المقاومة اللي تمتلك سلاح ما عندهاش غير يعني نوعيات معينة من السلاح، ما عندهاش مش جيش، يعني هي فصائل مقاومة في النهاية. في المقابل الجيش الإسرائيلي بيحاول أنه ينفض عن نفسه ما حدث من هذه الأزمة، لأنه الأزمة حصل فيها انتكاسة كبيرة للجيش الإسرائيلي، حصل فيها يعني نوع من الصدمة الهائلة داخل المجتمع الإسرائيلي من عدة نواحي. أولا الأهداف العسكرية اللي تم وضعها في من البداية للنهاية حتى الوصول إلى الهدنة لم يتحقق منها شيء، باستثناء حجم الدمار الكبير الذي شاهدناه في قطاع غزة، إلى جانب أنه قوات الاحتلال الإسرائيلية عندما تتوغل في مناطق الضفة الغربية هي بذلك تبتعد كثيرا عما تدعيه بأنه هي بتواجه مقاومين أو مقاومين مسلحين. طب الضفة ما فيهاش مقاومين مسلحين، الضفة هم مجموعة من العزل أيضا يدافعون عن بلدهم الأماكن اللي موجودة فيه. فالنهاردة أنت يعني حصل نوع من الانتكاسة سواء على الصعيد الأخلاقي والصعيد الإنساني، لأنه أولا أنت جيش بتمتلك كل مقومات القوة، بتصنف بأنك يعني من أقوى الجيوش في المنطقة، إلى جانب أنه أنت لما بتواجه مجموعة من المقاومين لا يمتلكون إلا هذه النوعية من الأسلحة، ومع ذلك 49 يوم لم تحسم أي شيء على الأرض، وبالرغم من ذلك يعني فتحت عليك جبهات من عدة أماكن سواء قصف الحوثيين في اليمن أو حزب الله من جنوب لبنان أو استهداف السفن العسكرية امبارح كانت في سفينة بالضبط، يعني فده نوع من التصعيد لشكل المواجهة مع عناصر المقاومة في جبهات مختلفة نعم. فالنهاردة إسرائيل يعني أصبحت يعني في عزلة شبه أو تتعرض الآن لشبه عزلة، لأنه بالفعل أصبحت عبئا على العالم. نرجع لمجلس الأمن، يعني دور مجلس الأمن هو حفظ الأمن والسلم الدوليين، يعني هو المسألة النهاردة مع المواجهات التي حصلت في غزة مع فارق القوة مع فارق يعني مجلس الأمن يجب أن يكون له دور، لأنه هي دي مهمته الأساسية. بس الفيتو يا فندم، ما هو أنت لما بتقدم قرار ما بيطلع لك فيتو أمريكاني فيتو؟ ما هقول لحضرتك حاجة، القوانين التي سنت قوانين الدولية صنعها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية،
فلنا أن ندرك يعني هم ضموا الصين وروسيا للفيتو داخل مجلس الأمن حتى يحققوا أغراضهم. الدول الكبرى أمريكا، بريطانيا، فرنسا هي الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، ومن ثم هي التي وضعت القانون الدولي. فالقانون دائما يضعه المنتصرون، فالنهاردة هي بتحقق تطلعات الدول. فمنظومة الأمم المتحدة ومنظومة مجلس الأمن، كل دول العالم الآن بتطالب بإعادة هيكلة هذه المنظومة، لأنها لم تعد عادلة ولم تعد تحقق مطالب الدول، خاصة الدول النامية أو الدول التي لم تحصل على حقوقها زي الشعب الفلسطيني. النهاردة ده شعب لا يديه أرض منزوعة، أرضه يعني بيتم تهجيره منها قسريا على مرأى ومسمع من العالم. فالمسألة النهاردة بتحتاج إلى أنه بالفعل العالم يقف أمام ضميره، لأنه المسألة تجاوزت كل حدود القوة. يعني آخر منطقة ما زالت تخضع للاحتلال هي فلسطين. الفصل العنصري في جنوب أفريقيا انتهى، ده كان آخر حاجة. وبعدين النهاردة العالم كله تخلص من أشكال الاحتلال بأشكالها المختلفة اللي كانت يعني جاسمة على الدول النامية بشكل خاص. فالنهاردة احنا محتاجين لمنظومة عادلة، منظومة دولية متطورة تواكب العصر اللي احنا عايشين فيه، لأنه مع عصر التكنولوجيا والشباب اللي موجود النهاردة اللي خرج في مظاهرات ضد توجهات حكومات بلده، يعني في فرنسا وفي بريطانيا، في يعني شفنا حجم المظاهرات الهائل اللي خرج على الرغم من انه موقف الحكومة ممالئ لإسرائيل، في امريكا، في امام البيت الابيض، في واشنطن، في الاماكن اللي القادة سواء في الولايات المتحدة او في بريطانيا، حتى في بروكسل كان في مظاهرات ضخمة، في العديد من عواصم الدول الغربية التي تدعم اسرائيل خرجت شعوبها ضد هذه الانتهاكات، واوقف الحرب على غزة كان هو الشعار السائد في هذه المظاهرات. اللي موجود في المظاهرات دول مين؟ ناس كبار وناس شباب ما يعرفوش حاجة عن القضية الفلسطينية، لكن ها لهم منظر الدم ومنظر القتل ومنظر الترويع ومنظر الأطفال الصغيرين، حتى الأطفال حديث الولادة اللي في المستشفيات اللي شفناهم كلنا والعالم كله شاف المنظر، منظر مؤذي ومنظر مرعب لضمير الإنسان. يعني فالمسألة النهاردة محتاجة إعادة هيكلة لمنظومة دولية متكاملة تعطي كل دولة حقوقها، ويلجأ إليها الضعيف قبل القوي للحصول على حقه. لكن أن يستخدم الفيتو لضمان حق القوي على حساب الضعيف، أعتقد أن المنظومة يجب أن يعاد النظر فيها مجددا. صحيح. طيب، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهن الأسيرة الفلسطينية ميسون موسى الجبالي التي تنحدر من بيت لحم. دخلت ميسون العام الثامن من الاعتقال في سجون الاحتلال منذ اعتقالها في يونيو 2015. قال نادي الأسير الفلسطيني إنه بعد عام على اعتقال ميسون حكمت سلطات الاحتلال عليها بالسجن 15 عاما في 2016. الأسيرة ميسون الجبالي من عائلة مكونة من 7 أشقاء و6 شقيقات، وتعتبر من الأسيرات الفلسطينيات الفاعلات، وتقبع إلى جانب رفيقاتها الأسيرات في سجن الدمون. كما دخلت الأسيرة المقدسية شروق دويات عامها الثامن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتقلت شروق في 7 أكتوبر 2015 عندما كانت في طريقها لمنزلها بالقرب من المسجد الأقصى، وفاجأها أحد المستوطنين الإسرائيليين بمحاولة نزع حجابها، ثم أطلق 4 رصاصات عليها وتركها تنزف على الأرض قبل أن تحضر قوة من جنود الاحتلال وتعتقلها وهي في حالة شديدة الخطورة. بعدها نقلت لمستشفى إسرائيلي وخضعت لعمليات نقل جلد وشرايين لإزالة التهتك في كتفها ورقبتها جراء الرصاص. وأصدرت سلطات الاحتلال بحقها حكما بالسجن لمدة 16 عاما وغرامة 80,000 شيكل بعد اتهامها بتنفيذ عملية طعن. يعني احنا قلنا بعض السجينات الإسرائيليات، أنا عايزة أقول على حاجة شفتها امبارح. أنا شفت السجينات الإسرائيليات لما خرجوا، وشفت المجموعة اللي كانوا محتجزين عند الجانب الفلسطيني أو عند حماس. حالة السجينات الفلسطينيات صعبة جدا، صحيا ونفسيا وشكلا وموضوعا، طالعين تعبانين. وشفت تانيين بسم الله ما شاء الله، يعني شكلهم كأنهم في نزهة، يعني مش
مش كأنهم كانوا محتجزين يعني. فقارنت بين الشكلين، قارنت ما بين هذه الحالة وما بين هذه الحالة، وما بين التعامل في السجون الإسرائيلية وما بين التعامل، يعني أنا بصيت على المحتجزات الإسرائيليات، هما كمان محتجزين في منطقة قصف، يعني في منطقة أصعب، مش في سجون عادية. لا، يا إن حالتهم كويسة جدا، بالعكس أنا شايفاهم ماشيين وبيسلموا على المجموعة اللي واقفة من القسام، ومنهم سيدة وحاطين العلامة و إلى آخره، بطريقة ودودة جدا في التعامل. يعني أقول لحضرتك حاجة، اتفضل. في حكاية الأسرة تحديدا وتبادل الأسرة، حماس والفصائل الفلسطينية هي اللي هتكسب، لأنه المشهد اللي بيصدر الآن، وهم يعلمون تماما أن الصورة أكتر من أي كلام. حتى لو حضرتك نرجع شوية بذاكرة للأسيرتين اللي تم إطلاق سراحهم لما سلمت عليهم، وحتى الإعلام الإسرائيلي يعني أدان السيدتين ومنع بعد كده الإعلام صحيح، لأنه قالك أن دي هتغير الصورة، لأنه في بالفعل فصائل المقاومة وحماس تحديدا يجيدون الآن في هذه المرحلة مخاطبة العالم، لأنه هو الهدف إظهار صورة مغايرة لتلك التي صدرها الإعلام الإسرائيلي، لأنه بالفعل الإعلام الإسرائيلي في عملية 7 أكتوبر حاول أن يصدر صورة مغايرة لأحداث الواقع، لأنه أولا دي قوة احتلال، في مقاومين بيحاولوا ان هم يدفعوا الظلم عن نفسهم، فقاموا بهذه العملية بعد ان منوا بفشل ذريع على مدى تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من سنة 48 لغاية النهاردة لم يحصلوا على حقوقهم. فلما يكون في عملية بهذا المستوى بهذا الحجم، وتخترق المستوطنات الإسرائيلية وتخترق السياج الشائك بعد يعني فترة طويلة من الحصار الخانق من جانب إسرائيل على قطاع غزة، والسلك متكلف 2 مليار دولار يتم اقتحامه بهذا الشكل وبهذه الصورة، والوصول إلى عمق المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، أعتقد أنه دي أيضا رسالة إسرائيل صدمت فحاولت أن تصدر صورة للعالم أن دول دواعش جداد. المسألة مختلفة تماما، ده مش إرهاب، ده جهاد، وده نوع من الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب تعاني أرضه من الاحتلال. فالنهاردة يجب أن يميز العالم. فأعتقد أنه الصورة اللي بتحاول الفصائل الفلسطينية تصدرها عن طريق الأسرى والأسيرات، وده على فكرة لو تم إجراء لقاءات صحفية هم الناس هيقولوا ده، فالمسألة هيكون في حديث عن حسن المعاملة، وحديث عن انه، وده اتقال على فكرة امبارح واول امبارح لما قالوا لا ده هم ما ارهبوناش وهم عاملونا كويس، انا شفت فيديوهات حتى جابوا لنا الادوية وجابوا لنا الكلام ده كله. فاعتقد ان دي صورة الهدف منها تغيير الصورة التي تحاول تصدرها اسرائيل. في المقابل شوف اللي بيطلع من السجون الاسرائيلية بيطلع شكله عامل ازاي وبيتكلم ازاي ومتمسك بحقه ازاي، يعني بالرغم من انه تعرض للاعتقال على مدى هذه الفترة الطويلة الا انه لم يتراجع عن موقفه من دعم حقوق شعبه وحقوق اخوانه داخل المنطقة التي كان يعيش فيها. فالنهاردة حتى اسيرة من ضمن الاسيرات اللي قالت يعني احنا حرام او نخجل ان احنا نفرح بسبب القصف اللي تعرض له اخواننا في غزة. فهنا احنا بنتكلم، هم ما كانوش يعرفوا على فكرة، اغلبهم خرج من السجون ما كانوش يعرفوا اللي حصل في غزة، هم في ناس عارفة وناس مش عارفة. فانا بتكلم على التصريح اللي صحيح. قالته احدى الاسيرات انه احنا يعني نخجل ان نفرح لانه ما يحدث في غزة يؤلمنا. فالمسألة هنا انه دي قضيتنا، يعني حتى لو اتسجننا دي قضيتنا. احنا لما نرجع بالذاكرة لكل الحروب التي لكل الشعوب التي تحررت من اولا الاستعمار او العبودية او الاحتلال زي الاحتلال الاسرائيلي الان، هنجد الاوصاف متشابهة، لان الشعوب كلها متشابهة، ان انت بتدافع عن ارض، بتدافع عن حقك، بتدافع عن بيتك، بتدافع عن وطنك. فالدفاع هو حق مشروع للانسان. فالنهاردة لما بنخرج
أسير من سجن هو قابع تحت السجان بتاعه اللي هو محتل أرضه، مختلف تماما عن النهاردة ده حد في ظرف طارئ أو حتى لو جنسية مزدوجة أو جنسية أجنبية، هو الظروف حكمت في اللحظة دي أنه يؤخذ أسير، فتم الإفراج عنه وتم معاملته بشكل إنساني وتم معاملته وحتى تسليمه كان بشكل متحضر، وحتى الست اللي هي يعني لفتت انتباه الإعلام وسائل الإعلام اللي كانت من حركة حماس، ده الإعلام كله سلط الضوء عليها. طب ما احنا فاهمين ان حركة حماس دول مجموعة من زي ما حاول الإعلام الإسرائيلي يصورهم ان دول قريبين من داعش، وده كلام غير حقيقي لانه المسألة مختلفة تماما. صحيح. والنهاردة تصدير الصورة في هذه اللقطة مهم جدا، لانه النهاردة لما في المرحلتين اللي تم فيهم التسليم امس وامس الاول، اعتقد انه ده نجاح للمقاومه الفلسطينيه، انه تصدير صوره انسانيه، صوره معبره على الرغم من حجم الدمار وحجم القصف وحجم القتل والترويع اللي تم الحاقه بالشعب الفلسطيني، الا ان احنا بنتعامل مع هذا الوضع بشكل انساني متحضر. لو هم يعني خليني اقول ان العالم تحديدا هذه السيده الملثمه اللي هي طلعت، انه العالم اكتشف انه في سيدات او فتيات فلسطينيات مع حماس جنبا الى جنب، ممكن يكونوا في الشق الانساني او الشق يعني مش شرط ان هم يكونوا بيحاربوا او بيمسكوا سلاح، بس وهي كانت ماسكه سلاح، بس هم واضح انه في وارد تكون بتحارب وبتمسك سلاح، ممكن جدا يعني، ممكن جدا، واحنا شفنا ده حتى في اوكرانيا كمان. بالزبط. يعني بالزبط. يعني شفنا بتدافع عن بلدها، بتدافع عن بلدها. صحيح. طيب، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إنها قدمت طلبا رسميا إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن الزيادة في عدد معدل الإصابة بالأمراض التنفسية وفي مجموعات حالات الالتهاب الرئوي المبلغ عنها بين الأطفال. وخلال مؤتمر صحفي عقد في 13 من نوفمبر 2023، أبلغت السلطات الصينية من خلال لجنة الصحة الوطنية عن زيادة في معدل الإصابة بالأمراض التنفسية في الصين، وعزت السلطات الصينية هذه الزيادة إلى رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا ودوران ممرضات معروفة مثل الأنفلونزا والمفطورة الرئوية، عدوى بكتيرية شائعة تصيب عادة الأطفال الأصغر سنا، والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا. وشددت السلطات على ضرورة تعزيز ترصد الأمراض في مرافق الرعاية الصحية والمرافق المجتمعية، فضلا عن تعزيز قدرة النظام الصحي على التدبير العلاجي للمرضى. هو احنا الفيروسات دي ابتدت تطل علينا مرة أخرى؟ هو يعني احنا مش عارفين نفوق من حرب ولا عارفين نفوق من ده، تبتدي تظهر لينا بقى الفيروسات ولا مع دخول الشتاء؟ هو الاثنين، لأنه النهاردة الحديث العلماء في العالم النهاردة بيتكلموا عن حوالي 25 فيروس جديد، منهم فيروس اسمه ماربورغ، وفي وباء اكس بي بي 5.1، دول الاثنين يمثلوا على نفس الخطورة فيروس كورونا. فبعد التحور بتاع أوميكرون والكلام ده، النهاردة في مناشدات، يعني بعض العلماء اللي بيشتغلوا في مجال الفيروسات يعني بيطالبوا الآن بمعاهدة لمنع انتشار الأوبئة، منع انتشار الفيروسات على غرار منع انتشار الأسلحة النووية. فالنهاردة العالم فعلا مقدم على موجة جديدة من الفيروسات، من الممكن أن تكون يعني موازية أو مشابهة لفيروس كورونا، بعد طبعا الخبرات اللي اكتسبها العالم مع مكافحة فيروس كورونا ومسألة الإخلاء اللي شاهده العالم كله والعزلة والكلام ده كله، أصبح هناك خبرة في مجال الفيروسات. طبعا أنت عارف حضرتك أنه الفيروسات في جزء منها مصطنع وجزء منها طبيعي، يعني مع التطور البشري فبيحصل الكلام ده، لكن في معامل أجهزة مخابرات بتشتغل على الفيروسات معروفة، أصبح العالم كله يدرك ذلك، وحرب أوكرانيا كشفت عن عديد من المعامل، عديد من المعامل اللي كانت بتستخدم لأغراض، أولا حروب الأوبئة وحروب الفيروسات دي معروفة في الحروب، والحروب البيولوجية والحروب الكيماوية دي أحد أشكال الحروب اللي موجودة من زمان زي الحروب النووية وغيرها. فأعتقد أنه العالم مطالب الآن أن يقف وقفة أمام انتشار هذه الفيروسات ويمنع انتشارها بالفعل، لأنها خطر يهدد البشرية. يعني مثلا فيروس كورونا كان بيهدد البشرية، وإحنا شفنا كل
كلنا او كلنا تعرضنا، ودلوقتي اصبح عندنا يعني تقريبا معظمنا عانى من هذه الموجة، وبعضنا يعني تأثر بيها، وفي ناس وفيات كتيرة كمان، حالات وفيات كتيرة نتيجة هذا الوباء. فأعتقد أنه النهاردة العالم فعلا وفقا لمطالبات كثير من العلماء في العالم أنه مطلوب معاهدة لمنع انتشار الأوبئة ومنع انتشار الفيروسات، وأنه يكون هناك بالفعل اتفاق بين دول العالم أن يكون هناك منظمة تعمل على هذا الاتجاه، مطلوب وبشدة، لأنه المسألة أصبحت الآن يعني إن لم تكن تعادل الانتشار النووي فهي تفوقها، لأنه مسألة أصبحت ما بتكلفش كتير وفي نفس الوقت انتشارها سريع زي فيروس كورونا. فيروس كورونا كان في البداية ونتائجها مرضية للطرف اللي هو عايز يأذي، اللي عايز يأذي، لكن يعني هو نفسه بيتأذي منها، بدليل انه اللي صدروا فيروس كورونا هم تأذوا منه في النهاية يعني. فالمسألة أصبحت الآن يجب أن يكون هناك وقفة لدول العالم، لأنه ده بيهدد البشرية بالفعل. صحيح. طيب أنتقل لنقرأ مقال لحظة الصدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد تحت عنوان رسائل الرئيس للعالم. وقالت أبو الفتح في بداية مقالها: تحيا مصر وتحيا فلسطين. سمعته هتافا يخرج من قلب كل مصري، وشاهدته سلوكا يتحقق في الواقع وتجسده أكثر من 500 شاحنة تتحرك على طول الطريق من القاهرة لرفح، تحمل المساعدات وتلبي نداء الواجب. وفرحت بهذا الهتاف مهرجانا للوفاء، تتجسد المسؤولية المصرية نحو فلسطين سلطة وشعبا ومقاومة تتمسك بالأرض، ترفض التهجير القسري بكل أساليب البطش التي تمارسها دولة العدوان والعنصرية الصهيونية، وتسطر بصمودها آية من آيات الله وقصة تضحية في سبيل الوطن. تحيا مصر وتحيا فلسطين، هتاف أشعرني بالفخر حين أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الإشارة للقوافل المصرية لتنطلق بمواد الإغاثة لأهلنا في فلسطين مع بدء هدنة الأربعة أيام، والتي بذل الرئيس جهودا كبيرة لإتمامها، ولولا هذا الجهد ما كانت الهدنة. ولذلك اجتمع على شكره الروس والأمريكان، وتلقى اتصالات من الرئيس بايدن ومن الرئيس بوتين ومعظم رؤساء العالم ومن الفلسطينيين جميعا. موقف مشرف ويدعو للفخر ما فعلته مصر خلال الأيام الماضية ومنذ اليوم الأول للحرب الشرسة التي شنتها إسرائيل على أهالينا الصامدين في غزة، والحرب ضد المدنيين الأبرياء، وقصف المستشفيات والمدارس والضحايا من الأطفال والنساء. ويكفي رسائل الرئيس السيسي للعالم من استاد القاهرة التي أكدت أن معبر رفح لم يغلق أبدا، وأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر، وأن منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية والاستيلاء على الأرض. ما يحدث في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية كلها، فالطلقات الطائشة لم تفرق بين طفل وامرأة وشيخ، ولا أحد يستطيع أن يزايد على مصر وأنها ماضية في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. شوف الرئيس عمل إيه يوم الخميس والقوافل مشيت، وإحنا بنقول 250 قافلة دخلت امبارح، وفي 500 شاحنة و250 شاحنة عفوا دخلت امبارح. لكن بلاقي في تقارير كتيرة ما زالت بتقول ان مصر مفروض تفضل فاتحة معبر رفح، كأن مصر هي اللي قافلة معبر رفح. مصر مش قافلة معبر رفح. شوف يعني برضو ارجع لنفس النقطة دي اللي هم دايما بيحاولوا يتكلموا فيها، مصر لم تغلق في يوم من الايام معبر رفح. صحيح صحيح، معبر رفح مفتوح طوال هذه الفترة، والرئيس أعلن عن ذلك عدة مرات، وقرر الحديث على أن معبر رفح لم يغلق ولن يغلق. الإغلاق جاء من الجانب الإسرائيلي عندما قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح لمنع وصول المساعدات، إلا أن مصر رفضت وصممت وأدخلت المساعدات. يعني الدور المصري في هذه الأزمة دور يعني يشهد له العالم وشهد له العالم. تغير نظرة العالم للقضية الفلسطينية كان بسبب الموقف المصري الثابت والراسخ من هذه القضية. مصر منذ اليوم الأول في 7 أكتوبر عندما وقعت عملية 7 أكتوبر وما عقبها من اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة، كانت
كان حديث مصر هو حديث أنه يجب حل جذري للقضية الفلسطينية ويجب اللجوء إلى حل الدولتين باعتبار أن ذلك هو الحل العادل للقضية الفلسطينية، ويجب البحث عن حلول جدية لهذا الصراع حتى لا تتفاقم الأمور. رسالة مصر إلى العالم منذ اللحظة الأولى ثبت صحة الموقف المصري وأنه لم يتغير ولن يؤثر أحد على صحة القرار المصري. في البداية لو رجعنا بالتاريخ، لأنه يجب أن يعني نذكر دائما أنه مصر هي التي دعمت القضية الفلسطينية، ومصر هي الداعم الأساسي والداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية رغم كل ما يقال، لأنه مصر هي التي وقفت إلى جوار الشعب الفلسطيني حتى في أصعب الظروف. مصر الآن في ظروفنا الاقتصادية اللي احنا شايفينها، لكن مع ذلك حجم المساعدات التي تدفقت على قطاع غزة يفوق كثيرا 3 أو 4 أضعاف حجم ما جاء من كل دول العالم. يعني 12,000 طن تم إدخالها إلى قطاع غزة، تمثل المساعدات المصرية منها أكثر من 75%. النهاردة شاحنات الوقود اللي دخلت رغم إصرار إسرائيل على عدم دخول هذه الشاحنات، إلا أن مصر أصرت وصممت وأدخلت شاحنات الوقود. النهاردة حجم المساعدات بعد الهدنة الإنسانية أكثر من 250 شاحنة دخلوا، والنهاردة الشاحنات على مدار الساعة. تم تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية من دول العالم التي ترد إلى قطاع غزة، ويتم إعادة تحميلها على الشاحنات المصرية وتوجيهها إلى قطاع غزة. كل ذلك بجهد مصري ومساعي مصري. تمت استقبال سفينة مساعدات السعودية منذ يومين عبر ميناء بورسعيد. الآن يتم تجهيز ميناء العريش لاستقبال المساعدات التي ترد عبر البحر. في بالتالي مستشفى ميداني كمان. مستشفى نعم، والعديد من المساعدات التي تدفقت، مساعدات استقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية. وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار توجه إلى رفح والعريش والمناطق، وتم تجهيز المستشفيات في هذه المحافظات والمحافظات المجاورة في إسماعيلية وبورسعيد والشرقية، وتم نقل الطفل اللي تلقى لمستشفى معهد ناصر. فالمسألة يعني مش عايزين حد يزايد على دور مصر، لأن دور مصر واضح وباين. نعم. فالنهارده احنا القضيه الفلسطينيه مصر هي التي تدعم بشكل واضح حق الشعب الفلسطيني رغم الظروف المعاكسه ورغم التوترات اللي بتشهدها المنطقه ورغم كل ما يحاك ضد هذه المنطقه، الا ان موقف مصر هو موقف راسخ وثابت ولم يتغير. صحيح. بل غيرت وجهه نظر العالم تجاه هذه القضيه. طيب خليني انتقل لمقال اخر، لان في وجهه نظر يعني مفروض ان احنا نسمعها، وهو مقال للكاتب الكبير الاستاذ فاروق جويدة. هذا المقال جاء تحت عنوان بين النصر والهزيمة، ويقول فيه: لم تكن اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل صفقة سياسية ناجحة، بل كانت نصرا عسكريا في أكتوبر 73. فرض على إسرائيل اتفاقا رفضته من قبل. إن اتفاق السلام مع إسرائيل كتبته دماء الشهداء وقرار حكيم أصدره أنور السادات بالحرب التي خاضها قادة عظام باسم جيش مصر العظيم. ولولا الحرب ما كان السلام. والحروب أنواع، لأن حرب الاحتلال غير حرب التحرير، ومن مات دفاعا عن أرضه غير من مات معتديا على أرض غيره. إن انقسام الشارع العربي حول ما حدث في غزة لا يتناسب مع قدسية الدماء وشرف المقاومة، لأن غزة كانت تخوض معركة لتحرير أرضها ضد عدو مغتصب. وكان موقفا غريبا أن تخرج بعض الأصوات في العالم العربي تدين شهداء غزة. ومنذ ماذا كان تحرير الأوطان خطيئة؟ إن الخطيئة الحقيقية أن تفقد الشعوب بصرها وبصيرتها، فلا تفرق بين عدو مغتصب وصاحب حق يدان. يعني هو المقال، أنا حبيت بس أقول لأنه فعلا في أصوات عربية، في أصوات عامة. أنا هقول لحضرتك حاجة على ذكر مقال أستاذنا الكبير الأستاذ فاروق جويدة. نعم. فعلا المقال، ما ورد في المقال، يجب أن نذكر المشاهدين بوقعة حصلت بين وزير الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر ومستشار الأمن القومي حافظ إسماعيل في قبل حرب أكتوبر، في تقريبا في شهر فبراير أو مارس 73. كان في لقاء جمع بين الرجلين، كان المستشار حافظ إسماعيل موفد من رئيس السادات للقاء كيسنجر، وعرض عليه انه ممكن
مصر يعني ننهي الصراع العربي الإسرائيلي وننهي، وكان الحديث عن أنه مصر تريد أن تحصل على أرضها وتحصل على حقوقها والكلام ده. فهنري كيسنجر بصله ورد عليه وقال له إيه؟ قال له أنتوا كده دي شروط المنتصر، دي شروط المنتصر. فرجع حافظ إسماعيل وقابل الرئيس السادات وقال له أنا إيه اللي حصل في اللقاء؟ فالرئيس أدرك أنه شروط المنتصر يجب أن تتحقق، ومن هنا انطلقت شرارة 6 أكتوبر، لأنه 6 أكتوبر كانت هي بداية التوصل لحقوق مصر المشروعة، لأنه أولا الطرف الآخر لم يكن ليقبل، لأنه بالفعل مصر كانت بعد حرب 67 وبعد الكلام ده تصور الإسرائيليون أنهم حققوا ما يريدون، لكن مصر بانتصار أكتوبر حققت ما تريد. فهنا أنا حبيت أشرح اللي حصل في اللقاء لأنه ده تكملة للورد. لأنه ممكن نقول أنه ما حدث يوم 7 أكتوبر ممكن تكون شرارة أو بداية نقول أن يبقى في دولة فلسطينية بالزبط. بجد ويبقى في اتفاق، نعم. يعني نأمل إن شاء الله. طيب إحنا إن شاء الله يوم الجمعة القادم سوف نبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية، ولكن يوم الجمعة القادم اللي هو هيبقى 1 ديسمبر سوف نبدأ بالمصريين في الخارج. الانتخابات هتكون جمعة سبت حد 1، 2، 3 ديسمبر. الصمت الانتخابي هيبتدي يوم الأربع اللي هو هيوافق 29 نوفمبر. بما أننا بنتكلم على المصريين في الخارج فإحنا بنتكلم على دول بها عدد كبير من الجالية المصرية الموجودين. ممكن نقول هنلاقي في الدول العربية زي السعودية، زي الإمارات، زي في الكويت، برضو هنلاقي في الدول الأوروبية. يمكن الجالية المصرية بتبقى موجودة بشكل كبير مثلا في إيطاليا، في عدد كبير من المصريين في إيطاليا، في الولايات المتحدة، في استراليا. يمكن استراليا هتبقى اول دولة هتبتدي الانتخابات لان حسب فروق التوقيت، يعني هم هيبقوا فروق التوقيت ما بيننا وما بينهم. طيب فيعني احنا بنتكلم بنعد تنازلي والمصريين في الخارج بيستعدوا ان شاء الله لاستحقاق مهم جدا وواجب دستوري على كل المصريين. معانا الاستاذ سمير صبحي عبد الدايم، امين امانة المصريين بالخارج في حزب حماة وطن. أستاذ سمير صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك. خلاص أنتوا على مصر كلها. الله يخليك. حضرتك منين في إيطاليا بالظبط موجود؟ أنا موجود في مدينة ميلانو. ميلانو، الله، ميلانو جميلة. طيب أستاذ سمير، يعني إحنا خلاص صمت الانتخابي إن شاء الله بالنسبة لكم يوم الأربعاء والانتخابات يوم الجمعة، بتستعدوا إزاي كمصريين أو كجالية مصرية؟ إن شاء الله هنبدأ الانتخابات يوم الأحد القادم إن شاء الله يوم 1 جمعة يا فندم. يوم الجمعة يا فندم. يوم الجمعة. أيوة. بدأنا فعلا بالاستعداد للانتخابات بتنظيم مؤتمر شعبي داخل مدينة ميلانو ودعوة الجالية المصرية من خارج ميلانو لبداية الحشد للانتخابات في مدينة ميلانو وكل مدن إيطاليا. وفي دعوة بنوجهها عبر الهاتف وعبر السوشيال ميديا لباقي الدول الأوروبية للمصريين فيها نظرا لكثرة العدد اليوم. طب هو امتى المؤتمر ده يا أستاذ سمير؟ امتى المؤتمر حضرتك؟ النهاردة. النهاردة الساعة 4. النهاردة الساعة 4. 4 بتوقيت بتوقيتكم ولا بتوقيتنا؟ 4 بتوقيت ايطاليا، 5 بتوقيت مصر. نعم. يبدأ المؤتمر طبعا. شرفنا بالحضور سيادة اللواء طارق النصير امين عام حزب حماة الوطن. والمؤتمر ده بيتم برعاية امانات شؤون المصريين بالخارج بدعوة عامة لكل الكيانات المصرية وكل مصري عايش خارج حدود الوطن للمشاركة والمساهمة في الانتخابات. وهيكون في قدام كل لجان ناس متطوعين بيساعدوا المواطن اللي داخل يدلي بصوته على الحصول على الرقم بالقيد في الجداول الانتخابية وبأحقيته ان هو يمارس حقوقه السياسية بالإدلاء بصوته، بحيث انه بيدخل اللجنه بشكل جاهز
بيقدم الرقم بتاعه ويطلب صوته فبتتم العمليه بسهوله. بنرجع تاني للمؤتمر النهارده، المؤتمر النهارده ان شاء الله هيكون ضامن مجموعات كبيره من المصريين اللي عايشين في ايطاليا من جميع مدن ايطاليا، وهيبدا المؤتمر بالتعريف بسياسه الحزب تجاه الانتخابات الرئاسيه ودعم الحزب كامل لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بنقدمه لنا من انجازات. طب ممكن اصلح لك حاجه يا استاذ سمير؟ اتفضل حضرتك. ممكن تقول المرشح لان هو دلوقتي مرشح، ما ينفعش نقول سياده الرئيس في هذه الحاله تحديدا. احنا سعادتك بنقول المرشح الرئاسي بناء على ما هو قائم الان، ولكن فعلا حضرتك هو مرشح من ضمن المرشحين لرئاسه الجمهوريه. طالما بنتكلم على الانتخابات يبقى نقول المرشح. وبشكر حضرتك على التصحيح. الفكرة كلها ان احنا بندعم المرشح لرئاسة الجمهورية. نعم. عبد الفتاح السيسي لاسباب كتير، منها ان احنا نقدر نقول او اولها ان هو قائد عسكري. صحيح. لان بتتوفر الصفات اللي بتتوفر في القائد العسكري في قيادة بلد زي مصر شيء ضروري. نظرا للظروف المحيطة بمصر دائما وابدا بتطلب قائد عسكري بيقود البلد في الازمات. احنا طيب عايزين بقى يا استاذ سمير كده نشوف المشهد ده، ويا ريت يا ريت يا استاذ سمير تبعت لنا فيديوهات عن هذا المؤتمر حتى نستطيع ان احنا نذيع ونتابع التغطية. بس يا ريت لو هتبعت لنا حاجه قبل يوم الاربعاء، لان انا مش هينفع اذيع على يوم الاربعاء عشان هيبقى الصمت الانتخابي. ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ سمير صبحي عبد الدايم امين امانه المصريين بالخارج في حزب حماه الوطن. الكاتب الصحفي استاذ صلاح مغاوري رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. نورتنا. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافه اليوم، هروح لفاصل. بعد الفاصل طبعا احنا ابتدينا هنركز الفتره القادمه في كلامنا عن الانتخابات الرئاسيه. خلاص زي ما احنا سمعنا الانتخابات الرئاسيه للمصريين في الخارج هتبتدي يوم الجمعه واحد، هتبقى واحد واثنين وثلاثه، الصمت الانتخابي يوم الاربعاء اللي هو يوم 29 نوفمبر. فاحنا ابتدينا دلوقتي بقالنا فترة في صباح البلد بنقدم لحضراتكم فقرة تحليلية عن الانتخابات الرئاسية، دي تحليل مبسط للعملية الانتخابية كلها. هنتابع مع زميلتنا هند النعساني كل ما يتعلق بالضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، ده من خلال لقائها بالدكتور رضا عبد الواجد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر. صباح الخير مشاهدينا الكرام. لا صوت يعلو في هذه الفترة فوق صوت الانتخابات الرئاسية اللي هيبدأ الماراثون الانتخابي فيها الجمعة الجاية إن شاء الله الأول من ديسمبر للمصريين في الخارج وعلى مدار 3 أيام جمعة سبت حد. عشان كده جه ميعادنا مع فقرتنا اليومية في برنامجكم صباح البلد اللي بنتابع من خلاله الاستعدادات للانتخابات الرئاسية اللي هتنطلق للمصريين هنا في الداخل بداية من 10 حتى 12 ديسمبر. الحقيقة خليني أقول لحضراتكم ودايما بنؤكد على هذا الأمر إن مشاركتنا مهمة جدا جدا، وإحنا هنا بنحاول نقدم لحضراتكم يوميا كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وتفاصيلها بأسلوب مبسط ويسير جدا. ومفيش شك إن الإعلام ليه دور مهم ومؤثر جدا في العملية الانتخابية، سواء قبلها في حث للمواطنين على المشاركة وده اللي احنا بنعمله دلوقتي لأن مشاركتنا في الانتخابات مهمة جدا، أو من خلال دوره في متابعته للعملية الانتخابية. طب احنا النهاردة هنتكلم عن ايه؟ النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن ضوابط التغطية الإعلامية في الانتخابات الرئاسية واللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وخير من يحدثنا عن ذلك ضيفي الكريم الدكتور رضا عبد الواجد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر. صباح الفل دكتور رضا، منورنا في صباح البلد. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور رضا، واحنا بنتحدث عن أهمية دور الإعلام واحنا بنحاول إن احنا نأدي دورنا على أكمل وجه، كمان الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت العديد من الضوابط للتغطية الإعلامية في العملية الانتخابية هنستعرضها مع حضرتك والسادة المشاهدين. وأول نقطة معانا دكتور. تمام. ضوابط التغطية الإعلامية في الانتخابات الرئاسية اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات
مراعاة الموضوعية، يعني الوسائل الإعلام لابد أن تكون حيادية في تناولها للبرامج الخاصة بالمرشحين وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها بين منتسبي الإعلام. بكل تأكيد طبعا، يعني احنا يعني ان شاء الله نأمل بان يكون في الموضوعية الكاملة، ما يكونش في انحياز لأي من الأطراف على حساب الطرف الآخر. النقطة دي تمام. ايضا دكتور رضا، تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية، يعني الهيئة الوطنية للانتخابات حددت كيفية التغطية الإعلامية، ان احنا بنغطي بنلقي الضوء على البرامج الانتخابية ونشرحها ونفصلها للناس عشان الناخب يبقى عنده القدرة على ان هو يبني رأيه على معلومة سليمة. بكل تأكيد دكتور رضا، والمرحلة دي خاصة باليومين دول، يعني نعم. احنا مهم بالنسبة لنا قبل ما ندخل في الصمت الانتخابي ان احنا نعرف السادة الناخبين بالبرامج لكل المرشحين، الاربع المرشحين للرئاسة عندنا، بحيث ان هم يكونوا رايحين وطبعا يعني عارفين هيختاروا مين، ده اكيد، فبناء صحيح. على المعرفة من قبل وسائل الاعلام. طيب صحيح. النقطة دي يا دكتور برضو مهمة، عدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالاعلام. بمعنى ايه بقى؟ عدم خلط الرأي بالخبر، لان احنا عندنا في المواد الاعلامية نوعين من المواد الإعلامية، في مواد خبرية فاكتس حقائق دي لا تقبل وجهات النظر، يعني أنا بقدم المعلومة مسلمة فما خلطهاش بالرأي، رأيي مثلا إن أنا بقول رأيي أو وجهة نظري في برنامج أو في جزئية معينة من برنامج انتخابي، فهنا وسائل الإعلام المفروض أنها ما تخلطش بين الرأي والخبر عشان ما تضللش المشاهد أو القارئ، وكمان ما تخلطش الرأي بالخبر والإعلام بالخبر، يعني مثلا ما ينفعش يبقى فيه مادة إعلانية تقدم على أنها مادة خبرية، لأن ده احنا بنسميه تضليل القراء أو تضليل المشاهدين. بذكر التضليل، احنا مهم جدا يكون عندنا النقطة دي، الدقة في نقل المعلومات. طبعا الإعلام المهني البروفيشناليزم، يعني معناها أن الإنسان الإعلامي لابد أن يكون دقيقا صادقا موضوعيا محايدا في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، يعني ما ينفعش أن أنا أنسب المعلومة لخبر او لمصدر مجهول، اقولش مثلا ذكر مصدر مطلع، ذكر مصدر كذا، يعني ذكر شاهد كذا، ده بيقلل دكتور رضا من دقه المعلومه وبالتالي بيقلل من مصداقيتها، لان الدقه والمصداقيه يعني اعتقد يعني وجهين لعمله واحده، وموثوقيه القراء او المشاهدين تجاه المعلومات اللي هم بيتعرضوا ليها. دي نقطه مهمه جدا، دي بقى نقطة ممكن يكون في البعض بيقع فيها. يعني تمام، استعمال عناوين معبرة عن المتن، يعني مثلا مواقع السوشيال ميديا يعني صحيح. بنشوفها كتير. والمواقع الصفراء بيبقى فيه عنوان أو متن بيبقى في وادي، والعنوان عشان يجيب، هو عايز يجذب القراء أو يجذب المشاهدين فيحط عنوان جذاب. في المعركة أو في المرحلة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لابد من الالتزام بأن يتوافق، ما فيش مجال للإثارة، فنتكلم عن حدث جاد، حدث وطني مهم صحيح. جدا، أهم استحقاق انتخابي يعني صحيح. طبعا استحقاق الرئاسي. طب النقطة دي بقى، دي برضو متكررة في بعض الأوقات، عدم نشر صورة بعيدة الصلة يعني. عن موضوع التغطية برضو هي لها صلة بالموضوع بالفقرة السابقة، أن أنا بيبقاش المتن أو الموضوع في وادي وصورة، يعني صورة مثلا ليس لها علاقة بالمتن بشكل أو بآخر. طب دكتور بهدف رضا، النقط دي والنقطة اللي قبلها طبعا بهدف طبعا إثارة، يعني إثارة وجلب الانتباه بالضبط. طب النقطتين دول هل في عواقب يعني لأي حد ما بيلتزمش بيهم؟ والله احنا عندنا في وسائل الإعلام المفروض في حاجة اسمها مدونات سلوك، أو في إيثكس أو أخلاقيات العمل الإعلامي، بالإضافة للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي، عندنا مدونات سلوك لازم كل إعلامي يلتزم بيها، وإلا سيتعرض زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة من شوية إن مصداقيته ستتآكل عند جمهوره، يعني وإذا المصداقية تأكلت خلاص، يعني خلاص قول على الوسيلة أيا كانت بقى، يعني موقع أو صحيح. قناة أو جريدة، خلاص يعني ما حدش، ده على مستوى الإعلامي وعلى مستوى الوسيلة بكل تأكيد. طيب النقطة دي برضو دكتور، عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. في ناس بتستخدم الطريقة دي علشان تجذب شوية صحيح. دكتور رضا معناها أنا ما ينفعش أن أنا آخد جملة وانزعها من سيقها بحيث ان معناها يحصل اخلال بقى كده في المضمون، بالضبط ان انا اقدمه للجمهور بمعنى اخر غير المعنى الذي قصده قائل هذه المقوله، وده برضو شكل من اشكال التضليل، يعني كل الضوابط اللي حطتها الهيئه الوطنيه للانتخابات هدفها ان ما يحصلش تضليل للناخب يبني رايه لما يروح قدام صندوق الانتخابات بناء على المعلومات المجرده التي استقاها من وسائل الاعلام ومن مصادر اخرى. دكتور رضا، باعتبار حضرتك يعني متخصص في الاعلام، كلمه اخيره لكل وسائل الاعلام اللي بتمارس يعني التغطيه والمعرفه اللي بتقدمها للمشاهدين سواء قبل الانتخابات او اثناء العمليه الانتخابيه. الحقيقه احنا بنحث كل وسائل الاعلام المشاهده والمسموعه والمقروءه وكل انواعها
ان هي ترتقي الى هذا الحدث. ده حدث وطني مهم جدا في مسيرة الدولة المصرية الضاربة يعني بعمق التاريخ يعني حديثا وقديما، وان هي تلتزم بالضوابط والمعايير المهنية التي لا تنال من مصداقيتها وموثوقيتها لدى المشاهدين او القراء. واثناء التغطية الانتخابية لابد ان تكون موضوعية وحيادية وتلتزم بهذه الضوابط حتى تصل الرسالة على خير وأكمل وجه إلى الجمهور المقصود أن يتعرض لهذه الرسالة. أكيد، وهم الناخبين هم الهدف الأسمى في أي عملية سياسية. صحيح. والعملية الانتخابية طبعا بالأخص. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، شكرا ضيفي الكريم الدكتور رضا عبد الواجد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر على كل هذه المعلومات الوفيرة. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله إحنا يعني دائما كده وتضرب وسائل الإعلام خير مثال في الالتزام بالموضوعية والالتزام الكامل بكل الضوابط لضوابط التغطية الإعلامية في العملية الانتخابية أو قبل العملية الانتخابية. يعني مشاهدينا بشكر حضراتكم، دلوقتي عرفنا معلومات في غاية الأهمية، والحقيقة المشاركة واجب علينا جميعا، علشان مشاركتنا بمنتهى البساطة هتساهم في بناء بلدنا الغالية مصر. انزل وشارك ومارس حقك الدستوري وعبر عن رأيك بمنتهى الحرية، مصر بتحتاج لصوتك، وربنا يحفظ بلدنا الغالية مصر، ودائما وأبدا تحيا مصر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بنجدد التحية الصباحية في برنامج صباح البلد والفقرة الطبية، ودايما في فقراتنا الطبية وخصوصا في أمراض الذكورة بنأكد على فكرة أهمية التواصل مع الطبيب، أهمية زيارة أطباء أمراض الذكورة، أهمية الحديث معاهم عن المشكلة، عشان هم بيعرفوا تفاصيل معينة أو التاريخ الطبي واللايف ستايل بتاعنا وحياتنا وشغلنا، بيبنوا عليها طرق للحلول أحيانا. يعني لما نتكلم عن ضعف الانتصاب ونتكلم عن الدعامات كحل من حلول أو الحل النهائي كمان لضعف الانتصاب، لازم هنا الكلام والحوار والتواصل بيبقى مهم جدا في الحالة دي. هنعرف ليه ونعرف أكتر مع دكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. أهلا بك يا دكتور. أهلا أحمد. بيك فندم. أهلا بحضرتك. إلى أي مدى الحوار في النقطة دي تحديدا بيبقى أساسي محوري؟ مهم جدا طبعا، مهم جدا ان احنا بنحل مشكله هي عصب حياه. يعني سواء لناس متجوزه او ناس مش متجوزه. يعني في ناس مش متجوزه اصلا وعندها المشكله ديت وبتستدعي تدخل. وفي ناس متجوزه هي عايشه المشكله بالفعل وعندها مشاكل وعندها ازمات وعايزين نحلها لها. وفي ناس اكبر من كده شويه وعايزه تقبل على الزواج لمره ثانيه او لمره ثالثه، عندهم برضو مشاكل. كل دي قطاعات احنا مهتمين بيها وبنحل لهم مشكلتهم. بس مهم جدا التواصل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الراجل لما يحس ان في مشكله او عنده رغبه ان يحل مشكله هو اوريدي عارفها قبل كده، ان عنده ضعف انتصاب مثلا، لازم يروح لحد متخصص. ليه؟ لان مهم جدا لغه الحوار والتواصل تبقى بيناتهم على اساس صح. يعني هو هيروح يقول له مشكلته لحد فاهم تفاصيل المشكله. هيقدر ياخد منك تاريخ مرضي، هيقدر يطلب منك فحوصات لها علاقه مباشره بالحاله بتاعتك، هيقدر يتواصل معاك. لان اكتر حاجه انا بشوفها ان مريض ضعف الانتصاب هو مريض حساس في نفس الوقت. لما بيحس بعدم الاهتمام من الدكتور اللي بيقابله او بيحس بعدم اعتناء بالدكتور اللي بيقابله، يعني الدكتور ده مش مهتم، مش عايز يعرف التفاصيل، مش عايز يتكلم معايا كلمتين زياده، هو هنا بيقفل من الدكتور. فمهم جدا، وابتدي حتى ممكن يحجم عن العلاج كله. فمهم جدا يكون في تواصل. التواصل ده مش هيتم بشكل كويس الا اذا كان الدكتور ده متخصص. عظيم. فاهم التفاصيل. التفاصيل. خلاص؟ لان التفاصيل اهم حاجه في مشكله الضعف الجنسي. فمهم قوي ان انا سنه يفرق معايا. تاريخه المرضي يفرق معايا، خصوصا لو كان بيتعالج من اي امراض مزمنه. نوعيه الادويه اللي هو بيمشي عليها بشكل منتظم. هل هو راح لحد غيري قبل كده؟ هل هو جرب اي ادويه قبل كده؟ هل بيجيب استجابه مع المنشطات الجنسيه اذا كان بياخد بشكل عشوائي او حد دكتور كان وصف له قبل كده؟ هل هو عمل فحوصات ليها علاقه بالموضوع دوت ولا لا؟ الانطباعات، هل المشكله دي تخصه هو ولا عامله مشكله ليه مع الطرف الثاني مع زوجته؟ كل دي تفاصيل مهمه جدا من خلالها اقدر اعرف ايه السبب، والاهم هو حجم المشكله، احنا واصلين لحد فين؟ بالظبط. علشان نبتدي ندخل بعد كده في طرق العلاج. احد طرق العلاج دي وده اللي هنتكلم عنه النهارده هو التدخل الجراحي. اللي هي الدعامات. ده الاجراء الجراحي الوحيد على مستوى العالم. هيروح امريكا، هيروح اليابان، هيروح افريقيا. قلنا عمليه، قلنا جراحه، قلنا هنحل جراحيا،
يبقى تركيب الدعم، مفيش حل اخر. طيب يعني معلش يا دكتور هنا هقف، هنمشي خطوه خطوه مع بعض كده. بدايه ايه الاسئله تحديدا اللي بتسالوها للمريض عشان تبنوا عليها انه هنستخدم النوع الفلاني قبل ما نتكلم في الانواع؟ انت بتتكلمي على انواع الدعم. لا هو الاهم هل المريض ده محتاج عمليه ولا لا؟ ما لو اتفقنا يعني ده أخطر. خلاص بصي انا ده اللي انا ده اهم نقطه عايز اتكلم فيها. اخطر نقطه عايز اتكلم فيها، لان دلوقتي احنا شايفين شويه مبالغه في موضوع الدعامات. بصوا يا جماعه، يعني احسن مريض افضل مريض يركب دعامه هو المريض اللي محتاج الدعامه. لو المريض مش محتاج الدعامه وركبت له دعامه ده اسوأ حل لهذا المريض. لو انا عندي مريض اقدر احل له مشكلته بالعلاج ده افضل مليون مره من الجراحه. لان بعض الدكاتره للاسف شديد بيهيئوا للمريض ان ده بقى حل ما بعده حلول خالص. المريض دايما بيدخل عليا العياده هو عنده مشكله ضعف انصاب عايز يحل مشكلته، هو مش جاي عايز يعمل عمليه. تفرق كتير يا جماعه. المريض اللي جاي عايز يعمل عمليه هو بيدخل يخبط، ازيك يا دكتور احمد انا عايز اعمل عمليه دعامه، خلاص ده انا بدخل معاه في التفاصيل. اما الغالبيه العظمى هم مرضى جايين احنا عندنا مشكله ضعف عايزين نحل المشكله، مش بالضروره الحل يكون جراحه دعامه. وده بقى انا بقوله للمرضى وبقوله لزمايلي اذا كان في حد من زمايلي بيسمعوني، رجاء الحل الجراحي يبقى اخر حل. رجاء ان المريض لو في حل غير الجراحه يا ريت ما نلجاش للجراحه كاول الحلول طبعا، لان انجح عمليه هي لما يكون المريض بالفعل محتاج العمليه. صحيح. خلاص خلاص احنا قررنا ان المريض ده مفيش اي علاج مناسب معاه، مفيش اي حاجه جايبه نتيجه، وقولا واحدا هنحتاج للتدخل الجراحي بالزبط. ما عندناش حل غير الدعامات. بنبتدي ندخل بقى في التفاصيل. اولا لازم يعرف ايه طبيعه الدعامه نفسها، لان في بعض الناس بيلتبس عليها الامر ان الدعامه بتاعه العضو زي دعامه القلب. لا الموضوع مختلف. دعامه القلب دي انبوبه بتعدي الدم من خلالها، اما الدعامات بتاعتنا احنا دعامات مصمطه مش بتدخل دم للعضو، لا دي هي بتحل مشكله عدم تدفق الدم. يعني انا لما بركب دعامه في القلب فانا عشان اوصل الدم من مكان لمكان، اما في العضو لا انا ما عنديش الحكايه دي خصية. انا بحط بحط دعامه مصمطه هي بتعوض، عشان كده بيسموها ايه دعامه او بيسموها جهاز تعويضي، ان انا بدعم الانتصاب او بعوضه، لان اصبح نسيج العضو النهارده مش قادر يقوم بوظيفته، فانا بستعوض هذا النسيج بان انا بحط دعامه. الدعامه دي بيكون ليها طول وبيكون ليها عرض، ده انا بقدر احدده جوه اوضه العمليات، مش بيتحدد قبل العمليه، بتحدد تمام. جوه غرفه العمليات تمام. انما انا طبعا نمره واحد بقول للمريض احنا خلاص قولا واحدا مفيش قدامنا غير الجراحه، ده معناته ان كان في مراحل قبل الجراحه وده مهم. خلاص عرفنا الجراحه ببتدي انا اوري له صور او ماكيتات حاجه شبه الدعامه اللي المفروض يركبها عشان اعرفه طبيعتها هي عباره عن ايه. وكل الدعامات متصنعه من السيليكون. ليه السيليكون؟ لان دي ماده خامله الجسم ما بيقدرش يميز ان في حاجه اتزرعت جواه، عكس ان انا ازرع كلى او كبد لازم اعمل فحوصات، انما ده جسم خامل يعني الجسم ما بيقدرش يميز ان في حاجه غريبه دخلت جواه. خلاص عصير. فانا لازم اوري له شكلها، لازم يعرف اوضح له ايه الفروق اللي بين كل نوع، لان انا عندي ثلاث انواع من الدعامات. في عندي دعامه مرنه، في عندي دعامه هيدروليكيه ثنائيه الاجزاء، وفي دعامه هيدروليكيه ثلاثيه الاجزاء. كل واحده ادام انا نوعت يبقى كل واحده لها ميزه ولا عيب. الكلام ده بقدر اشرحه من خلال الكشف الطبي على المريض، يعني انا لازم افحص المنطقه دي تشريحيا، بفحص المريض نفسه على سر الكشف، وبالتبعيه ببتدي اقدر احدد له ايه اللي يناسبه على حسب سنه وعلى حسب وضعه الصحي وعلى حسب التشريح بتاع الجهاز التناسلي، ابتدي اقول له انت اللي هيناسبك كذا. طب يا دكتور مش هو اللي بيختار، حضرتك اللي بتختار صح؟ احيانا بيبقى انا بقول انا اللي بديله المفتاح، انا بقول له انت ما يناسبكش غير كذا يبقى المريض ما يقدرش يختار. انما انا اقدر اقول له الثلاثه يناسبوك، هو هنا بيبتدي يختار على حسب بقى. احيانا بيتدخل العامل المادي في الموضوع واحيانا بيتدخل الوضع الصحي في الموضوع. يعني مثلا شخص عنده مشكله في ايديه، ده غالبا انا مش هخيره، ده مش هيناسبه للدعامه الهيدروليك لان هيحتاج منه مجهود في التعامل معاه. خلاص كده شخص مثلا ما عندوش اصلا عنده اعاقه في ايده فده مش هيقدر يتعامل مع الدعامه الهيدروليك. انما شخص انا قلت له انت ممكن يناسبك الثلاث انواع، الثلاث انواع هيقضوا الغرض، هنا هو ابتدي يفاضل على حسب مثلا وضعه المادي. الوظيفه بتفرق مثلا مش عارفه؟ طبعا بتفرق، الوظيفه بتفرق. الوضع الاجتماعي نفسه بالزبط. هو بيفرق، طبيعه شغله او طبيعه وضعه في المجتمع بتفرق.
وهفاجئك، انا كان عندي مره شاب عنده 30 سنه وانفصل مرتين، يعني هو اتجوز مرتين واتطلق. ليه؟ لانه عنده مشكله ضعف انتصاب. فخلاص هو خد كل الادويه، خد كل العلاجات، واستقرنا على انه محتاج جراحه. هنا هو كشاب يناسبه كل الانواع، انما كان يعني هنا ده الذكاء الاجتماعي اللي انا بقوله بقى. والدته اللي هي الست الريفيه البسيطه قالت لي لا يا دكتور احنا هنركب الدعامه الهيدروليك. فبقول لها يا حاجه دي غاليه، في حين ان هو ممكن يركب الدعامه العاديه وهتأدي نفس الغرض. قالت لي يا ابني الزمن غير الزمن، احنا في بلد ارياف، والبنات النهارده لو اي حد قال ده بيعاكسني او بتاع، وبعدين لقوا الدعامه دي واضحه فيه، على ما نحل المشكله وعلى ما نفهم الناس هيكون حصل له مشكله كبيره جدا. فهي قد ايه عارفه، عايشه في مجتمع عامل ازاي، فاختارت لابنها اللي يناسب الوضع الاجتماعي بتاعها والثقافه اللي شايعه في المنطقه بتاعتها. فهنا الوضع الاجتماعي طبعا والمكان اللي عايش فيه المريض بيلزمونا بحاجات معينه، ومن هنا عشان كده هم جابوا لنا اكتر من نوع، والا لو كان نوع واحد يناسب كل الناس كنا عملنا دعامه واحده، انما احنا اوجدنا الدعامه العاديه، الهيدروليك الثنائيه، الهيدروليك الثلاثيه. الفرق الاصيل فيهم هو في الشكل الخارجي، يعني يمكن الثلاثه ممكن يؤدوا نفس الوظيفه ويدوني كفاءه في الانتصاب، انما الشكل الخارجي وكيفيه التعامل مع الدعامه هو اللي بيختلف، وده اللي احنا بنشرحه. انا يمكن مش هقدر اشرحه دلوقتي بتفاصيل، بس ده اللي لازم بنوضحه للمريض في المركز قبل ما ندخل على الاجراء الجراحي. الثنائيه والثلاثيه دي ايه الفرق ما بينهم يعني؟ لا ده فرق كبير. فرق كبير. طبعا. يعني اولا حجم العضو، معلش انا هضطر ادخل في تفاصيل ما كنتش حابب ادخل فيها، بس حجم العضو هو اللي بيخلينا احنا نميز اللي هيناسبه اكتر الثنائيه ولا الثلاثيه. الثلاثيه هي الاقرب للطبيعي. وبالتبعيه النهارده كل ما حجم العضو يبقى كبير كل ما يناسبه اكتر الثلاثيه. خلاص. الدعامات الثنائيه ما بنحبش في الحجم العضو الصغير، لان ما بتفرقش ساعتها عن الدعامه المرنه، فيبقى هو دفع تكلفه في حاجه ومش هيحس فرق بين الاثنين. فمهم جدا حجم التشريح بتاع الجهاز التناسلي، هو ده اللي بيقول لنا انه اللي هيناسب العين اكتر. الدعامه الهيدروليك الثلاثيه هي الاقرب للطبيعي، بيديني انتصاب 100% وارتخاء 100%. عظيم. وبالتبعية مش بيبان حاجة خالص في الشكل. عظيم. برضو هنا بنتكلم لما بنخش غرفة العمليات، التعقيم اللي بيبقى دايما بنتكلم عنه في فقراتنا، خبرة الطبيب طبعا هنا كمان بتبقى حساسة ومحورية في اختيار المقاس، يعني قول لنا التفاصيل يا دكتور. مهم جدا عندنا بتفرق. في تركيب الدعامات نمرة واحد زي ما قلت ان احنا نحدد مين المريض اللي يناسبه نعمل العملية. نمرة اتنين بحضره، لازم بحضره الاول نفسيا بان انا اديله كل المعلومات، وبعد كده ابتدي احضره طبيا لندخل العمليات. نجاح العمليه مرتبط بان انا اهيئه نفسيا واحضره طبيا، وبعد كده الاجراء نفسه طبعا محتاج متخصص. ليه متخصص؟ كلمه تخصص يبقى دي شغلته، قاعد ليل نهار فيها، بقالنا عمر فيها، يعني بقالي 20 سنه في الشغلانه دي. فتخيلي 20 سنه كل يوم بعمل دعامات، كل يوم بقابل مرضى ضعف انتصاب، ده بيعمل نوع من انواع تراكم الخبرات. ليه؟ لان انا ممكن يقابلني مشكله جوه اوضه العمليات، مشكله في مجرى البول، مشكله تليف في العضو، مشكله انحناء في العضو، صغر حجم العضو، لان العضو مش هو الجزء اللي ظاهر ده بس، في جزء تاني مدفون جوه الجسم. محصله الاثنين هو ده الحجم الحقيقي للعضو الذكري. فالنهارده ازاي اقدر احدد المقاس المناسب جوه اوضه العمليات؟ دي خبره الدكتور. ازاي ما يبقاش شادد قوي ومش مريح قوي؟ ازاي احط له المقاس المناسب؟ مهم جدا التعقيم، مهم جدا ان انا ما اخدش وقت جوه اوضه العمليات، خصوصا مع مرضى السكر، دول بيبقى لهم رعايه خاصه. خلاص. مهم جدا ان الافراد اللي موجودين، نجاح عمليه الدعامه بيعتمد على نجاح منظومه وليس فرد. دي الرساله اللي عايز اوصلها، نجاح منظومه، ان انا الاول اهيئ المريض بتاعي نفسيا بان انا اديله كل المعلومات واوضح له كل التفاصيل والفروق، احضره عضويا وخصوصا لو كان هو مريض سكر او مريض قلب او مريض حتى بيغسل كلى، ما عندناش اي مشكله خالص، لا يوجد اي عائق طبي لاي مريض في انه يعمل عمليه الدعامه. لا يوجد اي المهم التحضير. نمره حاجه الاجراء نفسه، الخبره اللي انا تخليني اقدر احدد المقاس المناسب، النوع المناسب، واحنا بفضل الله الانواع كلها متوفره عندنا. تاني حاجه ان انا اتعامل مع اي ما يستجد من مشكلات اثناء الجراحه نفسها. رابع حاجه المنظومه بقى، يعني الممرضه
الدكتور التخدير، غرفة العمليات، التعقيم، العمال، المنظومة، عشان أنا أقدر أعدي بإجراء جراحي ناجح. نجاح العملية بالنسبة لي هو إن المريض بعد شهر من العملية يكون نمرة واحد ما حصلوش أي مضاعفات، نمرة اتنين راضي تماما بعد أول علاقة عن هذه العملية. يا جماعة القضية مش في إن أنا أعمل العملية بس، بأكد النجاح طبعا. العين عمل العملية بتاخد ساعة، عشان بس الناس ما تبقاش متخيلة العملية بتاخد كتير. احنا بنتكلم في متوسط ساعة، والعين بيطلع يروح في نفس اليوم على البيت. الموضوع ما هوش صعب. إنما ما بعد العملية والنهاردة المريض نفسه هل فعلا حس وراضي إن هو كده حل مشكلته ولا لا؟ فهنا دي المتابعة مهمة قوي. أنا كل مرضى الدعامات صحابي معهم تليفوني الشخصي، بيكلموني في أي وقت، بيعيدوا عليا، بيبعتوا لي عيانين، بيجوا ساعات بعمل لهم عمليات تانية لحاجات تانية. لازم بيتواصل معايا. مهم جدا متابعة ما بعد العملية. العين بيجيني حوالي زيارة بعد أسبوع، وزيارة تانية بعد أسبوعين، وزيارة بعد شهر. لازم في تواصل بالتليفون بعد أول علاقة. ده مهم جدا، لأن أنا أهم حاجة إن المريض يبقى راضي، ورضا المريض هو شيء أساسي في نجاح العملية. احنا بنشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. وكمان بنشكركم مشاهدينا، بنتمنى نكون أفدناكم في فقرتنا الصحية النهاردة، ودايما خليكم معانا في صباح البلد.